ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري سبيشال رمضان. هكذا حدثنا هردشت من اسمي نصيب. عندما قدمت إلى هذه الحياة ليلة رأس السنة في الدقائق الثلاث الأولى من عام 1966 كان اسمي الكردي قد قدم معي سردار أو القائد بالعربية كما قال جدي، لكن رأي دائرة قيد النفوس في الدرباسية كان مخالفا لرأي جدي يوسف. لن تسميه باسم كرديا يا صاح، أنت في بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني والنون مشان القافية، الله يعطيك العافية. ستسميه اسما عربيا حتى لو كان السريان والأرمن والآشوريون يتحدثون بالكردية في سوق الدرباسية. فإذا كنت غير ملم بالأسماء العربية فسنسميه لك قحطان مثلا، اسم جميل وعربي ودفع رباعي. عدنان أيضا، أولم تسمع أن الأكراد عرب عاربة من اليمن؟ ثقافتك ضحلة يا صاح، نحن جئنا لنعلمكم من أنتم وما كل هذه الأغاني التي تسمعونها إلا بمؤامرة لغوية على النفوس العربية، وما كل هذه الأشعار التي ترددونها إلا ببدعة استعمارية ضد المعلقات الجاهلية، فهل تسميه أم نسميه لك؟ لقمان، قال جدي. لقمان اسم عربي موجود في القرآن، لكنه اسم ابن الملة مصطفى البرزاني يا صاح. هل تلعب معنا؟ أولا تعرف بأننا نعرف أنه يكنى بباب لقمان؟ ردد الموظف العارف. لكنه موجود في القرآن، قال جدي بإصرار. فرضخ الموظف لواقع الحال. لقمان لقمان، أنا حبيت أخدمك بعدنان وقحطان، فهما يفتحاني كل أبواب العروبة الحاكمة للدوائر والمؤسسات أمام حفيدك. وهكذا تحولت من القائد سردار إلى ابن القائد ملا مصطفى في دفتر العائلة الكردية المكتوب بالعربية. جارنا أبو حنة يناديني مانو، وأمي تناديني بصوتها الملآن لولوقمان، وأبناء عمتي وحارتي ينادونني لقمانو، الشوايا ينادونني لغمان، والحلبيون ينادونني لؤمان، واللبنانيون لوكمان، ويحرفها أصدقائي إلى لاكيمان، وآخرون إلى لوكمان. حلو اسمك يا مان، لكنه لم يكن بهذه الحلاوة في المدرسة بحلب، فقد كان صعبا. الأساتذة يقرؤون التفقد وينادون نعمان ديري لقمان يا أستاذ لقمان لقمتان ويضحك الأستاذ، وديرك أستاذ من ديريك التي في جبال مازي فوق الخط، وأين هذه البلاد التي اسمها فوق الخط يا لقمتان؟ سرخطة أستاذ سرخطة جانب ماردين. تركيا يا ابني اسمها. لا يا أستاذ، والدي يقول عنها سرخطة يعني فوق الخط. أي خط يا لقمتان؟ الخط الذي يقسم الدرباسية إلى قسمين، الدرباسية التي ولدت فيها هي بن خطة تحت الخط يعني أستاذ بالكردي، اسمها الجمهورية العربية السورية يا لقمتان، لكنهم يتحدثون في السوق والحارة بالكردية أستاذ. هس بدأ الدرس. صلاح الدين الأيوبي قائد عربي حرر القدس من الصليبيين. لا أستاذ لا، صلاح الدين كردي، لا عربي لا كردي. ما الإثبات على أنه كردي يا لقمتان؟ الإثبات، لو كان صلاح الدين عربيا لما كنتم وضعتم صورته على ورقة 25 ليرة، كنتم وضعتموها على 500 أستاذ. وضحك الطلاب. أم تتمسخر على التاريخ يا لقمتان؟ وانت بتتمسخر على اسمي المذكور في القرآن يا أستاذ؟ وابتسم الطلاب وصمت الأستاذ، وخرجنا إلى الفرصة وأنا محاط بأصدقائي وأسئلتهم. هل توجد لغة للأكراد؟ هل لديهم وطن؟ هيا لنلعب كرة القدم. كسرنا الزجاج. الموجه كردي واسمه خيرو، وهو شديد وقاس، شواربه مخيفة وعصاه مخيفة أكثر، سيضربنا جميعا. ما اسمك؟ عبد القادر استاذ، افتح ايدك ولا اي اي طخ طيخ. ما اسمك؟ محمود استاذ، افتح ايدك ولا اخ اخ دخيلك ما عاد ايدي يا استاذ. وانت ولا افتح ايدك. ما اسمك؟ لقمان استاذ. لقمان؟ من وين انت يا لقمان؟ من درباسيه استاذ، جنب قامشلي. طيب يا لقمان لا بقى تعيدها، بس كرمال اسمك ما راح اضربك، جيبوا لي امرك معك بكره. يا أم لقمان، كرمال اسمه ما عم أضربه، اسمه على اسم ابن الملة مصطفى البرزاني، وأنا كردي ولا أسمح لنفسي بضربه. سأكسر يدي إذا امتدت على لقمان. بس هو مشاغب وما عم يحترم قوانين المدرسة، كسر البلور بالطابة. طيب يا أستاذ طيب، زور سباس، قالت أمي وابتسم بمرارة الأستاذ. ودارت الأيام، الكل في دائرة الشك، ولقمان بفضل اسمه بمنأى عن العقاب. هيا لنسرق ميتور الأستاذ خيرو، لقد نسي فيه المفاتيح. وطرنا يا شباب على الميتور، أنا وعبد ناصر حمو عبد القادر أنيس، ولاحقنا الموجه خيرو على قدميه حتى سقطنا في حفرة طبيعية. على هون بيوجعكن وهون ما بيوجعكن. نال عبد ناصر عبد القادر ما تيسر من كفوف ولكمات ورفسات، ووصل الدور إلي، فنظر خيرو إلي بحسرة وقال:
آخ بس لو ما كان اسمك لقمة. هكذا حدثنا هذا النشر. كل عام وانتم بخير. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.